رولر كاستر، عارفين رولر كاستر؟ ده نتيجة إن أنا عملت تراكشن للهاي كناين على لايت واير، على كنتينوس أرش واير، يعني عملت شديته في البداية بواير صغير. تمام؟ بيعمل رولر كاستر، الرولر كاستر ده عارفين قطر الموت؟ هو ده بالظبط اللي بيحصل للهاي كناين، لما تيجي تشده على لايت كنتينوس فورس. بيحصل ايه؟ Due to traction of high impacted tooth or traction of high canine without any reinforcement. يبقى احنا لازم يا جماعه اول حاجه عشان اظبط التراكشن للهاي كناين لازم اعمل ايه؟ Retraction reinforcement. تمام؟ طيب لاحظ ان طبعا الرولر كوستر ان ذا لايف از فان بط ان الاورثودونتيك ايه؟ نوت فان خالص يعني. ايه بقى السايد افكتس ممكن اللي بتحصل معانا في الرولر كوستر؟ قال لك ممكن يعمل لما تيجي تعمل اوفر زيرس ريدكشن يعني بتشد بطريقه قويه سواء بتسحب بتقفل سبيس بتنزل كناين كل ده ممكن يعمل معاك رولر كاستر افكت كروزنج سبيس فور جراوند ما يطلع شويه. ايه بقى السايد افكتس بتاعته؟ ممكن تعمل ده عموما انا بتكلم في رولر كاستر عموما سواء كان ريتراكشن او تراكشن. ريتراكشن يعني بركب تراكشن يعني بنزل ماشي بعمل اكسترويشن للامباكت او الهاي كناين. طيب السايد افكتس بتاعته ايه؟ يحصل دي من الفرنتيريو باي لو انا عملت تراكشن على مثلا لو استعملت بار تشين على واير صغير راوند نايتاي مثلا بقفل سبيس بي يعمل رولر كاستر. طب ايه تاني؟ اوبن اللاترال بايت يعمل في يعمل اوبن بايت في اللاترال فيو في البطل فيو الاقي السبيس فتح ما بين الابر واللور تي. كمان انا ممكن تيلينج ويحصل روتيشن في الاكستراكشن سايت السنان تميل ويحصل لها روتيت تو تيب فين؟ في السبيس الموجود. طيب ايه ازاي انا اقدر استجنب الرولر كاستر افكتس؟ ان انا بعمل افريج ريفورسمنت افويد هيت فورس واستخدم ان هارم ميكانكس او سيف ميكانكس. يبقى احنا كده عرفنا لما نيجي نسحب الهاي كناين لازم ايه؟ وزيتس معينه نتعامل معاها بطريقه معينه عشان ما يحصلش ايه؟ ايه؟ انزيرابل ايه؟ افكتس. طيب